اوكي، عارفة انه انا بقالي 10 ايام مش فاتحة انستجرام، مش بنزل ستوريز، مش بتفاعل معكم هنا على اليوتيوب، مش بنزل زي ما بنزل عادي في جدول القناة من ساعة الفلوج اللي هو كان اخر يوم نزل، كان يوم الحد اللي فات. من ساعتها وانا مش بنزل اي حاجة خالص. عايزة اقولكم سريعا انا ليه اختفيت الفترة اللي فاتت، ال10 ايام دول، يعني يمكن دي اطول مدة انا اختفيتها من على القناة من ساعة لما بدأت من سنة. بنزل على طول، ما بيعديش اسبوع كامل بنزل مرة مرتين، وساعات بتوصل ان انا بنزل 3 مرات. سوري لو الكادر معوج شوية، بس هو انا ظبطته بالعافية اصلا لان الرينج لايت بتاعي اتكسر. الفترة اللي فاتت كنت حاسة ان انا مضغوطة، مضغوطة جدا. اول حاجة انا كنت تعبانة، كان عندي برد وكده، واظن صوتي لسه باين ان انا يعني لسه ما خفتش 100%. تاني حاجة كان عندي شوية، بصوا انا اتعودت معاكم على الصراحة هنا، فعايزة اصالحكم بصراحة. كنت حاسة ان انا مش عايزة اكمل هنا، يمكن دي غريبة، ويمكن اصلا يعني مفيش حد عارف الكلام ده خالص، ولا عيلتي ولا اي حد، فعلا يعرف الكلام ده. مش عايزة ابقى دراما قوي وكده. اول حاجة حسيت انه لا، مش ده المكان اللي انا عايزاه، مش دي الحاجة اللي انا حابة ان انا اكمل فيها يعني وكده. ده اول احساس جالي. تسألوني ليه الاحساس ده، اقول لكم مش عارفة. يعني بصوا انا هوضحها لكم اكتر. عارفين لما انتوا تبقوا مشيتوا في طريق رايحين لبلد معينه مثلا، وبقيتوا في نص الطريق، انتوا شايفين انه الطريق مكمل لقدام علشان توصلوا للبلد اللي انتم رايحين ليها دي، وفي البلد بتاعتكم اللي انتوا اصلا جايين منها ورا، انتوا بقى في النص بالظبط. تعبتم من المشي في الطريق، ولا انتوا قادرين تكملوا للطريق او لاخره علشان توصلوا للبلد اللي انتوا نفسكوا تروحوها، ولا انتوا قادرين ترجعوا للكومفورت زون بتاعتكو اللي هي بلدكم already. هو ده الاحساس اللي انا حسيت بيه، اللي هو انا في النص مش عارفة اكمل لقدام، حاسة ان ما عادش عندي طاقة بنسبة 1%، ومش عارفة ارجع ورا لان انا اتعودت ان انا انزل فيديوهات ونتكلم مع بعض في الكومنتات، انزل ستوريز على الانستجرام ونقعد نتكلم مع بعض وندردش مع بعض ونهزر مع بعض. بس جات لي كده مرحلة شك ان انا مش عايزة اكمل، وفي نفس الوقت لا، هو ده الحاجة اللي انا بحبها، فهل انا هقدر ان انا اوصل للبلد اللي انا نفسي فيها، او ان انا احقق كل حاجة انا عايزاها هنا في القناة؟ هل انا هقدر ان انا ارجع؟ اللي اتاكدت منه انه لا، عايزه انزل فيديوهات، الرسم وحشني، بس في نفس الوقت عايزه احسن الكواليتي بتاعتي، عايزه احسن كواليتي الصوت، وكل ده بصراحه معيش مبلغ لي ان انا احسن الكلام ده. زائد انه الفتره اللي فاتت الحمد لله عدد المشتركين زادوا هنا على القناه، وانا فرحانة وممتنة لكل حد عمل سبسكرايب عندي في القناة. بس في نفس الوقت المشاهدات، يعني انا مثلا عندي حاليا 40,000 مشترك او سبسكرايبر، في نفس الوقت المشاهدات مثلا على الفيديو مثلا في 400 مشاهدة 500 مشاهدة، فانا حاسة اللي هو 40,000 مش كلهم بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. طب ايه السبب؟ هل ده تأثير مني؟ عارفين انا بحس بكده، هل ده تأثير مني؟ هل انا مش بعمل الفيديو بكواليتي كويسة فكل المشتركين دول مش بيتفرجوا؟ فاهمين، هي دي الحاجات اللي بتدور في دماغي الفترة اللي فاتت. وعايزة احضر لرمضان، عشان انا ما حضرتش اي حاجة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. عايزة ابتدي اخرج من المود اللي انا فيه ده، علشان اللي هيخرجني من المود ده هو الفيديوهات اللي انا بعملها. انا بستمتع بالفيديوهات، وبستمتع وانا برسم، وببقى فرحانة وانا، مش هقولكم فرحانة بصراحة لان انا كده هبقى كدابة، انا مببقاش فرحانة وانا بمنتج بصراحة. بس في الاخر لما بلاقي الكواليتي بتاع الفيديو اختلف 180 درجة ببقى فرحانة، بس اوريدي وانا بمنتج ما ببقاش فرحانة خالص. النهاردة عايزة ارسم، بس عايزة ارسم رسومات عشوائية جدا جدا جدا، ف
فهرسم بالطريقة أو بالتكنيك التجريدي. التكنيك التجريدي أو الفن التجريدي هو مجرد يعني رسومات عشوائية، خبطات بالفرشة يمين وشمال، وبتدي في الآخر شكل. ممكن أبقى أسيب لكم هنا كام صورة للفن التجريدي أو لوحات للفن التجريدي. فأنا ما بعرفش بصراحة أرسم تجريدي، فدي هتبقى أول مرة في حياتي أرسم تجريدي. فالنهاردة عايزة أمشي إيدي، مش عايزة حاجة بقى وأقعد مركزة فيها وكده، لأ عايزة مجرد خبطات كده بالفرشة عشان أمشي إيدي. ف هروح معاكم، لسه ما اخترتش اي حاجة، لسه ما فكرتش في الرسمة، ممكن اصلا الرسمة دي تكون من خيالي. فهروح معاكم دلوقتي اشوف انا عايزة ارسم ايه. اوكي، بالنسبة للرسمة بصراحة انا هرسم من دماغي، لانه ما فيش اي حاجة خالص عجباني. يعني بصوا كل حاجة في بنترست مش عجباني اصلا، فقررت ان انا ارسم من دماغي. هرسم بالالوان الاكريليك. الالوان اللي استعملتها هنا هي اللون الموف، وحطيت في النص لون ابيض، وبدأت اعمل دوائر زي ما انتم شايفين كده. بس لما نشفت ما كانش شكلها باين قوي زي دلوقتي، فكنت بصراحة مش عايزة كده، كنت عايزة يبقى شكلها غريب كده، لانه يعني بحس ان التجريدي بيبقى شكله غريب اكتر. سوري لو في حد بيرسم هنا فن تجريدي وشايف العبط اللي انا بعمله ده، فسوري. المهم ان دي كانت رسمة للسماء يعني. وبعد كده هبدأ ان انا ارسم النجوم. بصراحة بالنسبة للرسم بتاع النجوم كان جاي في دماغي فكرة رهيبة رهيبة. عارفين لما في، مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس الناس اللي بتصور هي اللي هتفهم الموضوع ده، اللي هو حد بيصور فالنجوم بتتحول على شكل دوائر، مش دوائر دوائر، لا قصدي ان هي خطوط، وفي الاخر كل السما شكلها دوائر. لو لقيت صوره هحطها لكم هنا، لو لقيت صوره للتفكير اللي في دماغي ده هحطها لكم هنا في الجنب علشان تشوفوا اللي في دماغي عباره عن ايه. بعد كده بدات ارسم الجبال. طبعا انا لما برسم الجبل او الجبال برسمهم بشكل يعني احلى من كده بكتير، بس قلت الرسم الواقعي مختلف عن الرسم التجريدي. التجريدي هو ضربات بالفرشة زي ما انتم شايفين كده علشان يطلع حاجة شكلها يوحي ان دي مجرة او ان دي سما وانه ده جبل. بس انا شكلي فشلت، يعني انا شكلي فشلت فشل ذريع. بس المهم انه اتحمس، يعني الهدف من الرسمة دي ان انا اشيل الارت بلوك عني وابدأ اتحمس تاني للرسم. فهو ده اللي انا بعمله بصراحة، واعملوا كده انتوا كمان لو حاسين ان انتم ملانين او زهقانين من الرسم. مش هياخد من ايديكم وقت، وهتلاقوا نفسكم انجزتوا. ممكن النتيجة ما تبقاش احلى حاجة زي النتيجة بتاعتي، بس في الاخر ستيل انتوا رسمتوا وخرجتوا الطاقة بتاعتكم اللي مكبوتة جواكم. وهي دي رسمة النهاردة، مش هطول عليكم، هعملكم فيديو قريب جدا، وسلام.